السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنكمل كورس أسس الكيمياء الحيوية كاف ح 277. احنا شرحنا قبل كده في استكشن قبل كده شرحنا الكواليتاتيف اناليسيس اوف الامينو اسيد اند بروتين. النهارده هناخد الكواليتاتيف اناليسيس اوف الكربوهيدراتس. نبدأ كده بمقدمة الأول عن الكربوهيدراتس، وبعد كده ناخد الاكسبيرمنت المميزه لكل الكربوهيدرات. نبدا ناخد بقى ايه مقدمه عن الكربوهيدرات. اول حاجه ان الكربوهيدرات عباره عن بولي هيدروكسي الدهيدز او كيتونز، يعني هي مركب بيحتوي على العديد من الاو اتش جروب، اما ان هي تحتوي على سي دبل بوند او بنسميها الكيتون جروب زي الفركتوز، او ان هي تحتوي على الالدهايد جروب اللي هي سي اتش او زي الجالاكتوز او الجلوكوز. تمام. الفورميولا بتاعت الكربوهيدرات سي اتش 2 او باي ان، والان دي اكتر من اما 3 كربون، يعني اما ان هي تكون 3 يعني 3 كربون، اتش 6 او 3، او ان هي تكون 4 او 5 الى اخره. تمام. يبقى هي ايه، اما ان هي تكون ال ان دي 3 او اكتر، ما هي مش اقل من 3. النسبة ما بين ذرات الكربون للهيدروجين للاكسجين 1 الى 2 الى 1، يعني 1 الى 2 الى 1 1 to 1. البيزك يونتس بتاعت الكربوهيدرات هي عبارة عن الوحدات الأساسية بتاعت الكربوهيدرات اللي هي مونوساكاريد، يعني ان هي ايه 1 sugar unit، بحيث ان هي مش هنقدر نعمل لها splitting ايه further by hydrolysis. الكربوهيدرات بنسميها according to the number of carbon atom، على حسب ذرات الكربون in the chain. فبالتالي لو انا عندي تيروز، تيروز معناها ان هو بيحتوي على 3 كربون اتوم، يبقى لو انا قلت ان الشوجر اللي عندي تيروز يعني معناها ان هو بيحتوي على 3 كربون اتوم. طب تيتروز معناها ان هو بيحتوي على 4 كربون اتوم. بنتوز بيحتوي على 5 كربون اتوم. هيكسوز بيحتوي على 6 كربون اتوم، وهكذا. وعندي المونوساكاريدز، تمام، اللي هي مين، الجلوكوز والجالاكتوز والفركتوز زي ما هما موضحين قدامنا على السكرين. ناخد بعد كده أهمية الـ importance of carbohydrates. أهمية الكربوهيدرات إيه؟ أول حاجة إن هي source of energy for the body، اللي هي مصدر للطاقة في الجسم، زي مثلا الجلوكوز، وممكن تخزن في صورة طاقة زي الجلايكوجين او الستارش. الجلايكوجين ده اللي هو بيتخزن في الهيومن، والستارش او الانيمال، والستارش في البلانت. برضو اهميه الكربوهيدرات ان هي بيلدينج بلوك فور بيلدينج بلوكس فور ايه البوليساكاريدز، يعني الوحدات البنائيه بتاعه البوليساكاريدز العديد من الايه، زي ايه البوليساكاريدز ده، زي السيلوز في البلانتس والجلايكوجين في الهيومن بودي. ممكن تدخل كمان كومبوننت مركب، بتدخل في مركبات تانية كومبوننت اوف اذر مولكيولز، زي مين، زي النيوكليك اسيد. زي ما انا قلت لكم قبل كده النيوكليك اسيد اللي هو عباره عن الدي ان اي او ار ان اي. الدي ان اي من اسمه ديوكسي ريبوز، ديوكسي ريبو نيوكليك اسيد، يعني معناها ان هو بيحتوي على الشوجر بتاعه اللي هو عباره عن ديوكسي ريبوز، سكر ايه خماسي. والار ان اي اللي هو من اسمه ار ان اي، الاختصار بتاعه اللي هو اختصار لايه، الار ان اي اختصار لرايبونيوكليك اسيد اللي هو بيحتوي على السكر الخماسي اللي هو الريبوز. يبقى اذا النيوكليك اسيد بيحتوي على ايه، على كربوهيدرات. عندي جلايكوبروتين، زي ما قلنا كلمه مقطع جلايكو ده اللي هو بيحتوي على ايه، ان يعني جزء ليبيد بيحتوي على ايه، على جزء كربوهيدرات. الجلايكوبروتين زي ما احنا ذكرناه في الكورس بتاعت البروتينز، قلنا ان هو عبارة عن ايه، هي بتحتوي على جزء كربوهيدرات، وان هي بيكون اقل من 4%. والكوانزيمز، طيب
رقم 4 بتلعب دور مهم جدا play key roles in immune system في الجهاز المناعي والديفلوبمنت التطور والفيرتلايزيشن والبلاك كروتينج تبلط الدم. البوليساكوريدز بتتكون من العديد من الشوجر يونت من اتنين اكتر من اتنين من الشوجر يونت تمام بنسميها البوليساكوريدز. طيب هما بيبقوا متحدين المونوساكوريدز هما عبارة عن اتحاد العديد من المونوساكوريدز مع بعضها اكتر من اتنين بيتحدوا ببعض عن طريق مين الجلايكوسيديك بوند زي مين زي الستارش والجلايكوجين والسليلوز. اول اكسبيرمنت عندنا اللي هي عبارة عن المولش تيست. اخدنا المولش تيست في البروتين وقلنا ان هو مميز لمين للكربوهيدرات والبروتين اللي بيحتوي على الكربوهيدرات زي الجلايكوبروتين. طيب يبقى المولش تيست سبيسيفيك لمين للكربوهيدرات. كل الكربوهيدرات الاكتر من التتروز بتدي مع مولش يعني ابتداء من البنتوز والهكسوز بيدي مع مولش بدون ايه فايلوت رينج زي ما احنا عارفين زي الموضحة بالشكل كده فايلوت رينج. تمام. طيب نقول بقى الميكانيزم اوف ايه اوف رياكشن بتاع مين بتاع المولش تيست. اخدناه برضو في الجزء البروتين بس هنقوله تاني. عندي الجلوكوز اللي هو السكر الثلاثي اللي هو الهكسوز بيحصل له dehydration عن طريق dehydrating agent اللي هو الكونك H2SO4 حمض الكبريتيك المركز. بنشيل three molecule of water ثلاث جزيئات ماء بيديني الهيدروكسيميثايل فورفيرول. هيدروكسيميثايل فورفيرول بعد كده الهيدروكسيميثايل فورفيرول ده تمام. طب لو هو سكر خماسي يعني الكربون الستة دي مش موجودة يبقى الهيدروكسي ميثايل هتتشال يبقى هيبقى عند المركب بدون الايه بدون الهيدروكسي ميثايل بدون الايه الذرة دي تمام. بعد كده هيديني الهيدروكسي ميثايل فورفيرول هيتفاعل مع 2 مليكولز من الالفا نفسه في وجود برضو هنشيل جزء من الماء هنا الكربونة دي هيتشال منها ال O الأكسجين وال H من هنا و H تانية من نفس الملكيول بس المقابل لها تمام. فهنشيل جزء من ال A من الماء وهنا الكربونة دي هتربط بالذرة دي بالكربونة دي وبرضو هتربط بالكربونة دي من الناحية التانية فبالتالي هيكون لي الكومبلكس بالشكل ده. الكومبلكس ده انستيبل غير ثابت بيحصل له اكسيديشن وبيتحول للمركب ده اللي هو بيديني في الاخر الفايلوت رينج تمام. يبقى لو وجد عندي الفايلوت رينج في المولش تيست يبقى اذا الانون سامبل ده كربوهيدرات تمام. البروسيدور بنعمل ايه بقى. بناخد 2 ملي من الشوجر سوليوشن بنحط عليه دروبس من الالفا نفسول وبعد كده بنحط عليه كونك H2SO4 يعني حمض كبريتيك مركز بنحطه على جدار الانبوبه دروب باي دروب لحد ما يتكون عندي الفايلوت رينج. اول ما تظهر عندي الفايلوت رينج خلاص كده ما مرجش الانبوبه لان لو رجيت الانبوبه الحلقه هتختفي تماما ف وزود شيكنج دي الفايلوت رينج اللي المفروض بتظهر عندنا. ناخد بعد كده اكسبيرمنت نمبر 2. الاكسبيرمنت نمبر 2 اللي هي البرافويت تيست. البرافويت تيست ده بيميز ما بين المونوساكرايدز والدايساكرايدز يعني بيدي مع المونوساكرايدز سبيسيفيك لمين او بيعمل ديتكشن لمين للمونوساكرايدز زي مين المونوساكرايدز الجلوكوز والجلاكتوز والفركتوز بيدي مع الثلاثه دول تمام. البرافويت ايجنت ده عباره عن كوبر سلفيت مع اسيتيك اسيد كوبر سلفيت مع اسيتيك اسيد ده معنى كده ان هو ما بيديش مع مع السكروز حتى هو نيجاتيف عندي تمام. يبقى هو بيدي مع مين مع الجلوكوز وبيدي مع الفركتوز
ريد ايه ريد بريسيبتيت مع السكروز. السكروز ده سكروز فما بديش معاه بيبقى نيجاتيف. الميكانيزم اوف رياكشن عند الكوبر سلفيت اللي هو البارافويد ايجنت ومع الاسيتيك اسيد هيديني مين؟ كوبر اسيتات و اتش 2 اس اوف. الكوبر اسيتات بتعمل كاكسدايزنج ايجنت، هتعمل ايه؟ اكسده للديكلوكوز اللي عندي ويتحول من مجموعه الالدايد دي يحصل لها اكسده تحول الى كربوكسيليك ايه جروب بتديني دي جلوكونيك اسيد مع السي يو 2 اور اللي هو ده بيرسيتات بس بيبقى لونه اوريد، ده مميز للتست. يبقى برافويد ايه؟ برافويد تست بتدي ايه؟ ريد بيرسيبتيت نتيجة لتكون السي 2 او. البروسيديو باخد 2 مللي من الشوجر في تيست تيوب نظيفة كلير وبحط عليها 2 مللي من البرافويد ايجنت، هيبقى موجود عندنا كده برافويد ايجنت. هنحطها في البويلينج ووتر باست، البي دبليو بي ده اللي هو اختصار لبويلينج ووتر باست. بكونه ازاي البويلينج ووتر باست ده؟ بجيب بيكر وبحطه على الفليم وبحط في البيكر ايه ميه، وبعد كده اول ما يحصل غليان للميه دي ابدا احط الايه الانبوبه بتاعتي اللي فيها 2 مللي من الشوجر و2 مللي من البارافويد ايجنت. تمام، بسيبها في البويلينج ووتر باست ده قد ايه؟ 3 مينيت اونلي، هما 3 دقايق بالظبط هتلاقوا ايه ان الريد بريسيبتيت ده يتكون عندنا. تمام، يبقى هيتكون فيه 3 شوجر اللي هو جلوكوز والجالاكتوز والفركتوز لان دولت المونوساكرايدز، والبرافويت تيست ايه مميز لمين؟ للمونوساكرايدز. الاكسبيرمنت نمبر 3 فيهلينج تيست. فيهلينج تيست ده مميز لمين؟ فيهلينج تيست مميز ل ال reducing sugar اللي هي dehydrating sugar، بيدي negative result مع ال non reducing sugar زي السكروز. ليه؟ بيكوز الالدهايد او الكيتون او نوت فري، يعني مجموعة الكربوهيدرات مجموعة الالدهايد او الكيتون ماهيش ايه ماهيش حرة. طيب ال reagent بتاعتي فيهلينج ايه؟ في عندي فيهلينج ايه وفيهلينج بي. فيهلينج ايه اللي هو عبارة عن كوبر سلفيت، وفيهلينج بي بيبقى عبارة عن صوديوم هيدروكسيد مع صوديوم بوتاسيوم تارتريت. وهنقول أهمية الصوديوم بوتاسيوم تارتريت هنا ايه. بروسيديو عندي البروسيديو بجيب تيست تيوب كلين وبحط عليها 1 مللي من الفيهلينج ايه، 1 مللي من الفيهلينج بي و2 مللي من الشوجر. بعد كده بعمل لها بويلينج ووتر باس فور 5 مينتس. بويلينج ووتر باس زي ما احنا قلنا قبل كده بناخد البيكر في ميه نحطه على الفليم، اول ما يحصل له بويلينج ابدا احط الانابيب بتاعتي اللي فيها الكومبوننت دي لمده ايه 5 مينتس. بعد كده المفروض يظهر عندي ايه ريد بريسيبتيت رصب احمر. اول ما يتكون عندي ريد بريسيبتيت اذا الفيهلينج تيست ده مميزه لريديوسينج شوجر، بتدي مع كله ما عدا مين؟ ما عدا السكروز. ادي السكروز اهو، المجموعه الالدهايد او الكيتون بتاعته ما هيش ايه ما هيش حره، هي مرتبط عباره عن ايه الجلوكوز مرتبط بالفركتوز، هنا الفركتوز هو اللي كان بيحتوي على السي دبل بوند اللي هو الكيتون والالدهايد اللي هو عباره عن الجلوكوز، فبالتالي الاثنين مرتبطين ببعض بجلوكوسايدك بوند، فبالتالي ايه هو ايه نون ريديوسينج شوجر. بعد كده خلاص انا كده خلصت الميكانيزم. خلاص هنقف عند السلايد دي ان شاء الله، نكمل المرة الجاية ان شاء الله. هنزل لنا برضو بعض في العملية في المعمل عندنا، هنزل لنا ايه مثلا الكروكوز والفركتوز والسكروز، هنعمل برضو الثري تيست دولت عليهم ونعمل لكل واحد ايه جدول زي ما اتفقنا قبل كده. تمام، لو في اي مشكلة بلغونا في اي في المعمل ان شاء الله. ونلتقي على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.